حكم رئيس فخامة السيسي قهر الإخوان، لقينا هذا التوبرس الحرية الزائدة مضرة ويجب تشديد الرقابة على الإنترنت. ومن هنا بدأت حملة شرسة على كل من يفكر قضايا ازدراء أغلبنا مسلمين، يعني محمد عبد الله ناصر، إسلام بحيري، كلهم في عهد فخامة السيسي. رئيس مرسي ما كانش فيه إدانة واحدة في قضية إصدراء الأديان، ولما جه حاكم عادل إمام وخد براءة. إنما ما تيجي على الناس البسطاء هؤلاء يبقى ما فيش نبل على رأي مجانس عبد الله كشري، مش عارف اسمه إيه، النبلاء مش عارف إيه. شيخ الأزهر رد عليه قال لك المسيحيين إن حقهم من السخف، ورد عليه قالوا من السخف إن أنت ما. يا أخي أنا دولة إيه اللي بتقيمني أنت مسلم ولا مسيحي عشان تاخد حق ولا بتخدش حقك؟ دولة إيه اللي في البطاقة فيها مسلم ومسيحي؟ أنا هبقى أطالب بحقوق إنسان وحريات إنسانية أيا كان، أيا بدون تمييز. هذا ما أنا أطالب بيه. انا مرفوض من علشان خاطر تقرا تقرير، انا حتى ما بقدرش اشوف انا هذا الكذب وهذا بحوث اسلاميه كباني تقرير مش عارف اسال المحجبات اسال مش عارف ايه. الاخ فضيلتك عمال تقول الفن بيطلع مش عارف ايه، اقرا تارتوف فوريير يا اخي، انت راجل متعلم في فرنسا في السربون، اقرا تارتوف. انا هتطبل انا الراجل دي، ما راجل دي بني ادم من حق ممكن ولما انا انقد في الفن رجل الدين ولا انقد منقبه ولا انقد محجبه، انا بانقد حاله فرديه. في فيلم بحب السيما لما طلع واحده مسيحيه زانيه، هل معنى ذلك ان المؤلف ولا المخرج ايا كان دينه عايز يقول ان المسيحيين كلهم زواني، المسيحيات كلها زواني عشان في واحده ليلى علوي الدور اللي بتاع ليلى علوي طلعت زانيه؟ هذه حاله فرديه، والفن من متاح ان انت احنا مش بنطلع ملائكه بنرفرف، احنا الفن ما لا يطلع ملائكه بيرفرف، الفن يعرض المشاكل لتعرض على مشكله لكي نفكر في المشكله. انتم جايبين صور ماسكينه نقابه المهنه التمثيليه، لا يبقى شيء عن الفن ولا يبقى شيء عن الثقافه. اهو علاج الزوج الناشز في الاسلام، للزوجه الحق ان تعزه، وان لم يستجب فلا حق الهجر، وإن لم يستجب فتذهب للقاضي بضربه ضربه بالعصا للتأديب. هو كل حاجة ضرب، إحنا مش عايشين في العصور الوسطى، إحنا مش عايشين في العصور الوسطى. ضرب إيه بس؟ ولا يظن أحد إني بتحامل على الأزهر بس، لا، الكنيسة شيل عقلك يا حبيبي وحط حاجة في ضياع هي الأخرى.